السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بكم جميعا في اللقاء الحي السادس في مادة مبادئ الاقتصاد الكلي، والتي سوف نتناول فيها اليوم كيفية حساب الدخل التوازني في اقتصاد مغلق مكون من قطاعين، قطاع رجال الأعمال وقطاع الأفراد. عشان نفهم هذا الكلام خلينا ناخذ المثال التالي. إذا علمت أن دالة الاستهلاك الكلي في البلد اللي هي consumption C بتساوي 50، ال 50 هي الاستهلاك الثابت اللي اخذناه امبارح، زائد بي الميل حد الاستهلاك 0.75 واي. واذا علمت ان الاستثمار الثابت اللي هو اي ثابت 100 100 100 100 100 مليون اهو، ودالة الادخار المشتقة من دالة الاستهلاك S ناقص 50 زائد 25 واي، أوجد ما يلي: أوجد الاستهلاك الكلي والادخار الكلي عند كل مستوى من مستويات الدخل، ثم جد الدخل التوازني واي ستار اللي هو هذا. الدخل التوازني ما يتحقق عندما يلتقي منحنى الطلب الكلي يلتقي مع منحنى العرض الكلي، خط ال 45 درجة، هذا خط الإنتاج وهذا خط الطلب. لما الطلب الأصفر السي زائد اي بيلتقي مع واي بتساوي الأزرق مع الأصفر، نقطة الالتقاء هاي تعطيني الدخل التوازني. طيب خلينا في البداية، أعطاك الجدول، قال لك تفضل عبي الفراغات، عبي هون 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 هون. كم يا ترى الاستهلاك الكلي لما يكون الدخل صفر؟ كم يا ترى الاستهلاك الكلي لما يكون الدخل 200 مليون؟ كم يا ترى الاستهلاك الكلي للسعوديين لما يكون دخلهم 400 مليون؟ وهكذا. عشان نوجد الفراغات هاي لازم نعوض مكان واي قيمتها هون. لما يكون دخل السعوديين صفر صفر، بنعوض مكان الواي صفر. لوك، عندما يكون الدخل صفر في الدالة الحمراء هذه بدل الواي صفر، بنعوض مكان الواي صفر. صفر في أي شيء صفر، صفر في أي شيء صفر، معناته 50 مليون. هذا هو الاستهلاك، بيكون استهلاك الثابت. حتى لو كان دخلك صفر تتوقف عن الاستهلاك، أخذناها امبارح. لما يرتفع دخل السعوديين من صفر ل 200 مليون، كم يصبح استهلاكهم؟ منعوض مكان الواي ب 200. لما يكون الواي 200، كم الاستهلاك الكلي للسعوديين بدل الصفر؟ 200 200 200 اضربها ب 75% واجمعها ل 50، بيطلع معك كم بيطلع معك؟ بيطلع معك 200. احسنت. الان 400 400، لما يكون الدخل 400 بدل 200 حطوا 400. فهمتوا؟ اضربوا على الآلة الحاسبة 400 ضرب 75% بيطلع 300. 300 اجمعوها لل 50 تطلع 350. لما يكون دخل السعوديين 600، شيل ال 200 وحط 600 مكانها. 600 ضرب
75% 450 اجمع لها 50 بيطلع 500. لوك لوك هذا لما يكون الدخل 600 بيكون الاستهلاك كم؟ 500. لما يصير 1200 1200 تضرب 1200 ب 75% تضرب 1200 ب 75% بيطلع 900. 900 زائد 50 حتعطيني هون لما يكون دخل السعوديين 1200 مليون بيستهلكوا 950 مليون. فهمتوا؟ إذا عبينا الفراغات بالتعويض كل مرة مكان واي بقيمتها. رائع. بيبقى عندي الادخار. قال لي يوجد استهلاك والادخار. الادخار سيفينج. سيفينج اس. بدالة الادخار هذه بنعوض الآن الخضراء بدل الدالة الحمراء بالدالة الخضراء. لما يكون دخل السعوديين صفر كم مدخراتهم يا ترى؟ بضرب صفر هيا في 25% صفر. صفر ناقص 50 ناقص 50 إذا ناقص 50. لما يكون دخل السعوديين 200 كم مدخراتهم؟ بضرب 200 ربع ربع ال 200 ربع ال 250 موجب 50 سالب 50 صفر. هون بتيجي صفر. لما يكون دخل السعوديين 400 كم مدخراتهم؟ 400 ضرب ربع ربع ال 400 ربع ال 400 100. 100 ناقص 50 50 هاي سين هيا. لما يكون دخل السعودية 600 كم يا ترى الادخارات؟ مدخراتهم 100. مدخراتهم لما يكون 600 مدخراتهم 100. كيف عرفت 100؟ حط مكان الواي في ذات الادخار 600 اضرب 600 ربع 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 ال 600 150. 150 موجب ناقص 50 100 وهكذا. في طريقة تانية لإيجاد الادخار غير إني أعوض قيمة واي في الدالة الخضراء، ألا وهي اللي حضر لقاء امبارح بيعرفها. اس الادخار شو بيساوي؟ واي ناقص سي، صح ولا غلطان؟ الادخار بيساوي الدخل مطروحة منه الاستهلاك، معناته العمود الاول ناقص العمود الثاني اطرح من بعض بيعطيك اس. بيعطيك اس بدون ما تعوض في الداله الخضراء. لوك 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 50 50 ناقص 100 سوري 0 0 ناقص 50 ناقص 50 200 ناقص 200 صفر. 400 ناقص 350 50. 600 ناقص 500 100. 100 للادخارات 100. 800 ناقص 650 150 صح؟ ايوه. فانت لو عند الالف كم المدخرات؟ 200. كيف طلعت 200؟ نطرح العمود الاول واي من سي. 1000 ناقص 800 200. وايضا بستطيع احصل على 200 هيك عوض الألف. ربع ربع الألف 250. 250 موجب ناقص 50 200 صح؟ عوض ألف مكان واي. عوض ألف مكان الواي. ربع الألفين ربع الألفين 250 موجب 250 موجب ناقص 50 اللي هي ألف ناقص 200. فهمتوا؟ رائع. آخر شيء طلبوا منا أوجد الدخل التوازني. مين هو الدخل التوازني؟ هل هو الصفر ولا الميتين ولا الأربعمية ولا الستمية ولا الثمانية؟ واحد فيهم. واحد فيهم. نحن حكينا في لقائنا يوم
يوم البارحة انه التوازن، الدخل التوازن الواي ستار يتحقق لما يكون الطلب الكلي في البلد اللي هو طلب رجال الاعمال الانفستمنت زائد طلب الافراد الكونسبشن، الطلب الاستهلاكي زائد الطلب الاستثماري يساوي الانتاج الكلي او العرض الكلي من السلع والخدمات. طيب متى بيكون سي زائد اي بيساوي واي؟ خلينا نطلع مع بعض، نفتح عمود، نفتح عمود جديد، بنحط الطلب الكلي. بالطبع واي هو العرض الكلي او الدخل او الانتاج الكلي، ما هو الانتاج هو الدخل او العرض الكلي. الان سي زائد اي اجمع 50 زائد 100 150، 200 زائد 100 300، 350 زائد 100 450، 500 زائد 100 600، 650 زائد 100 750 وهكذا. اطلع على العمود الاخير واطلع على العمود الاول، هناك نقطة توازن وحيدة في الاقتصاد. مين هي؟ أين هو الدخل التوازني؟ الدخل التوازني هنا عندما يكون الإنتاج الكلي من السلع والخدمات يساوي الطلب الكلي من السلع والخدمات، نقطة التقائهم هي نقطة التوازن. إذا الدخل التوازني هو 600، هاي واي ستار هون نكتبها 600 مليون ريال، أي أن الكميات المعروضة تساوي الكميات المطلوبة عند 600 مليون ريال. فهمتوا؟ رائع. الآن لو بحكي لو بالاختبار ما أعطاك الجدول، ما أعطاك هذا الجدول، لم يعطك إياه، ما عندك هذا الجدول، قال لك إذا علمت فقط هيك قال لك إذا علمت أن ذات استهلاك كذا كذا والاستثمار الثابت 100 مليون ريال، بس اعطاك ذات السلاك والاستثمار وقال لك اتفضل اوجد الدخل التوازني بدون ما يعطيك جدول، بدون جداول، كيف تشتغل وتطلع الدخل التوازني؟ جبرية. كيف تشتغل وتطلع التوازن جبرية؟ خليك معي. تحديد الدخل التوازني جبرية في اقتصاد مغلق مكون من قطاعين. هناك صيغة لهذا الدخل التوازني لازم تحفظها، لازم تحفظها للاقتصاد المغلق المكون من قطاعين، ألا وهو هاي الصيغة الزرقاء، هاي اللي تحفظها، اللي هي مجموع الانفاق الثابت، الانفاق الاستهلاكي الثابت CA زائد الانفاق الاستثماري الثابت I ضرب المضاعف. مين هو المضاعف؟ اللي هو واحد على واحد ناقص B، يعطيك مضاعف الانفاق في الاقتصاد المغلق، سواء مضاعف انفاق استهلاكي او استثماري او حكومي، هو نفسه واحد على واحد ناقص B اللي هو مقلوب الميل الحدي للادخار. ويعرف المضاعف انه مقدار التغير في الدخل التوازني نتيجة تغير الانفاق الثابت. فأنا لو بالسؤال الماضي هذا أعطيناك الدالة الحمراء هذه والاستثمار الثابت، قلنا لك تفضل أوجد الدخل التوازني بدون ما أعطيك هذا الجدول. لوك إذا علمت أن ذات استهلاك تساوي كذا كذا والاستثمار يساوي كذا كذا 100 مليون اللي نفسه قبل شوي، تفضل احسب الدخل التوازني اللي طلع معنا، اللي طلع معنا 600. هاي نقطة. كيف تطلع 600؟ جبرية. لازم في البداية نحط الاي الاستثمار اي انفستمنت 100 والاستهلاك الثابت 50، هذا سي اي
ونحط القانون، نكون حافظين القانون، المضاعف واحد على واحد نقص بي ضرب مجموع النفق الثابت سي از اي. طيب سي اي من وين اجيب هاي؟ الرقم اللي في دالة السلاك جنب اليساوي، هاي هي السي اي 50، هاي سي اي 50. الاي تعطى معك في السؤال مباشره، استثمار 100 بتنزل مكان الاي 100، رائع. 50 زائد 100 150، بيبقى عندي 1 على 1 نقص البي اللي هي الميل لحد الاستهلاك، من وين اجيبها؟ هي الرقم الموجود في داله استهلاك جنب الواي، هيا هيا بي جنب الواي، هيا 0.75، مكان البي قيمتها 0.75. واحد ناقص 0.75 شو هي؟ ربع. اقسم واحد تقسيم ربع على الآلة الحاسبة شو بيعطيك؟ بيعطيك 4. ايوه، اقسم واحد على ربع 4، ممتاز. 4 في 150 600، وهيك طلع معنا الدخل التوازني من دون انه نعمل هذه الطريقة، بدون ما يكون معي الجدول التالي. فهمتوا؟ يعني انا ما معي الجدول واستطعت اطلع ال 600، صح؟ لانه انا حكيت لكم نقطة التوازن او الدخل التوازني هو دخل وحيد ما في غيره. لاحظ الصفر تختلف عن 150، ال 200 تختلف عن 300، 400 تختلف، في نقطة واحدة بتكون 600 هون، هي نقطة التوازن، ما عداها من نقاط ما في توازن، ما في توازن، هون ما في توازن. شايفين؟ هون ما في توازن. هون شو يعني 1900؟ يعني العرض من السلع والخدمات أكبر من الطلب على السلع والخدمات، فهمتوا؟ شو يعني 200 و300؟ يعني الطلب على السلع والخدمات اعلى اكبر من العرض من السلع والخدمات. لا يوجد توازن لما يكون العرض اكبر من الطلب. النقطه الوحيده اللي بتتوازن في الاقتصاد لما يكون الطلب على السلع والخدمات يساوي العرض من السلع والخدمات. عشان هيك الدخل التوازني هنا اللي هي هذه النقطه 600 هون، مليون ريال هون 600، وهون برضه 600، هون 600، سي زد اي 600، واي ستار 600. فهمتوا؟ رائع. واللي طلعت معي هون بالتحديد الجبري، بالتحديد الجبري. ايوه رائع. طيب الان حتى الان عنده اي سؤال يتفضل يسأل. اللي مش فاهم أي نقطة يكتب على الشات أو يفتح المايك ويحكي، لأنه هذا على درجة كبيرة من الأهمية، حيجيكم في اختبار نهائي، حيجيكم في اختبار نهائي. محاضرة اليوم، محاضرة يوم الأربعاء على درجة كبيرة من الأهمية، حيجي سؤال منهم في الاختبار النهائي، مؤكد، بأكد لكم. والسؤال مش سؤال واحد، سؤال بفروعه، يعني عليه تقريبا ما لا يقل 10 درجات او حتى 12 درجه ونصف، 12 درجه ونصف على على لقاء اليوم ولقاء يوم الاربعاء. عشان هيك اللي عنده سؤال يتفضل يسأل، مش فاهم. طيب بفترض انكم فاهمين، خليني انتقل لمضاعف الاستثمار. قلنا هون لا لحظة وينه؟ مضاعف الانفاق اللي هو مقلوب الميل لحد الادخار، هذا لانه واحد ناقص بي هو الميل لحد الادخار، بي هو الميل لحد الاستهلاك، هذا بي،
اما واحد نقص بي هو ميل لحد الادخار، فمقلوبه واحد بيكون هو مضاعف الانفاق. ومضاعف الانفاق اقتصاد مغلق مكون من قطاعين او مكون من 3 قطاعات هو نفسه، سواء كان انفاق استهلاكي مضاعف، لما يحكي لك اوجد مضاعف الانفاق الاستهلاكي او اوجد مضاعف الانفاق الاستثماري او اوجد مضاعف الانفاق الحكومي، هو 1/1 نسبي في اقتصاد مغلق. في اقتصاد مفتوح لا، في اقتصاد مفتوح ما بيكون 1/1 نسبي، بيختلف. ناخده بعدين، بعدين من المنطقيه. نفس الطريقه، شبيه بهي الطريقه يا فاتن. على كل حال انا يوم الاحد القادم، يوم الاحد القادم في عندك اختبار اول يوم الاحد القادم الساعه 4 مخصص لاجراء اختبار تدريبي اول. اختبار تدريبي شو؟ اول من اللقاء الحي الاول حتى اللقاء الحي تبع يوم السبت 8، تدرسوا عليه وبتاخذوه على محمل الجد على اساس ادربكم على الاختبار الفاينل، تدرسوا منيح تعتبروه اختبار حقيقي. وانا يوم الاحد قبل الساعه 4 تقريبا 10 دقائق، بنزل الساعه 4 الا 10، بنزله في المنتدى بصيغه بي دي اف وبصيغه ايرد. انت او انت تعمله داونلود على جهازك، اذا عندك اله طابعه بتطبعه وبتبدا الحل. ما عندك اله طابعه على ورقه خارجيه، بتحل السؤال الاول على ورقه خارجيه، تكتب الجواب الف او باء او جيم السؤال وهكذا. فهمتوا؟ يوم الاحد القادم في اختبار ومندربكم اكثر. خليكم معي الان، بدناش نضيع وقت. وين انا كنت احكي؟ الان مضاعف الاستثمار اللي هو التغير في واي على التغير في اي، تغير الدخل، الدخل نتيجه تغير الاستثمار، يساوي ايضا مضاعف الاستهلاك اللي هو التغير في واي على التغير في سي، واللي هو دائما وابدا في الاقتصاد المغلق 1/1 نقص. في عندي مثال يسألني ما يلي: إذا زاد الاستثمار الخاص، هون نحن سابقا هنا أعطاك هذا السؤال، الاستهلاك كذا كذا والاستثمار 100، احسب دخل التوازن، طلع دخل التوازن 600 مليون اللي هو هذا، هاي النقطة 600 مليون، حلو. الآن بسألك يحكي لك لو بعد ما طلع عنا 600 مليون إذا ارتفع الاستثمار هذا بقيمة 50 مليون ريال، لم يصبح 100، لم يبقى 100، أصبح 150، ارتفع من 100 ل 150، كيف يعني؟ يعني أجا مستثمر أمريكي على السعودية وأنشأ مصنع ألبان في السعودية قيمته 50 مليون ريال، استثمر، معناته الاستثمار الثابت في السعودية ارتفع من 100 ل 150، صح؟ أكيد. بسألك كم يزيد أو كم يرتفع الدخل القومي؟ جاوبي. أيوة، لازم نعرف مضاعف الإنفاق. نحن المضاعف هو 1/1 نقص بي، وطلعناه 1/1 ناقص 75% 4، مضاعف 4. بضرب الأربعة المضاعف بمقدار الزيادة 50، 54 200. إذا سوف يزيد الدخل القومي بمقدار 200 مليون ريال. فهمتوا؟ أيوة. لو صيغة السؤال كانت كالتالي: إذا زاد الاستثمار الخاص بمقدار 50 مليون، كم يصبح
يصبح الدخل القومي التوازني. كم يصبح؟ مش كم يزيد، كم يصبح؟ خليك معي، خليك معي. نحن الـ50 ضربناها بأربع أضعاف طلعت 200. 200. كم الدخل التوازن القديم؟ 600. اجمعي أو اجمع 200 ل 600 بيطلع 800. معناته هون هون قبل ما يدخل المستثمر الأمريكي ويستثمر 50 مليون بالبلد، كان الدخل التوازني التقاء هون 600، وهون كان 600 اللي هي هاي كانت 600. رائع. اجى مستثمر على البلد استثمر 50 مليون، اي بطل 100، اي صار 150، فارتفع الطلب الكلي من الاصفر الى اعلى نتيجة زيادة الاستثمار، فأصبح التوازن عند نقطة أعلى من E0، عند E1 التوازن الإيكيليبريوم E أصبح هنا. إذا الدخل يرتفع من 600 بمقدار 200، يصبح 600 زائد 200 800. في طريقة تانية أطلع ال 800، في طريقة تانية غير أعمل 600 القديم زائد 200 بيطلع 800. في طريقة سوري في طريقة تانية. لوك باجي هون، باجي هون. الاستثمار زاد بقيمة 50، معناته الاستثمار صار مش 100، 150. بحط مكان اي 150. 150 زاد 50 200. 200 200 ضرب 4، اضرب 200 في 4 800، صح؟ 200 ضرب 4 يساوي 800. ايوه فهمتوا؟ بضرب 200 لانه الاستثمار زاد بقيمه 50 حكى لي، فكم يصبح الدخل التوازني؟ كم يصبح؟ اذا 150 بدل 100 150، 150 زائد 50 200، 200. ايوه فهمتوا؟ في حدا عنده اي سؤال يا شباب؟ يا ريت يسال. يرتفع الدخل التوازني من 600 إلى 800. أيوة، ف 800 800 الجديد ناقص 600 القديم، 800 ناقص 600 200، الزيادة بالدخل 200. فهمتوا؟ 800 ناقص 600 يساوي 200. أيوة اللي هي 54. فهمتوا؟ رائع رائع. أنا عشان أدربكم، أنا عشان أدربكم الآن، الآن بدي أعطيكم السؤال التالي، بدي أعطيكم السؤال التالي. خليكم معي، خليكم معي. إذا علمت أن دالة الاستهلاك هي ما يلي: 50 زائد 0.9 y. ايوه، وان الاستثمار في البلد i هو خليكم معي، خمسين مليون. أوجد فضل، لحظة، أوجد الدخل التوازني أو مقدار الدخل التوازني. يلا معكو 5 دقائق، يلا بسرعة حلو، تفضل حلو، تفضل حلو. أنا هحلو معاك برضه، هحلو معاك. واحد على واحد ناقص بي 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 0.9 المضاعف، عرفت المضاعف؟ حلو، المضاعف ضرب السي اي
زائد يساوي. عرفت الجواب انا خلاص طلعت، بستناكم انتوا تحلوا. بستناكم انتوا تحلوا. انا طلعت الجواب. أنا الجواب عندي، بدنا نشوف مين أول طالب بيكتب الإجابة الصحيحة على الشات. خلينا نشوف مين أسرع طالب بيكتب الإجابة الصحيحة. وبالطبع هنحله سويا إن شاء الله. هنحله سويا إن شاء الله. معكم كمان دقيقة أخيرة أو دقيقتين، دقيقتين يلا. لأنه هذا على درجة كبيرة من الأهمية، الاختبار النهائي على درجة كبيرة من الأهمية. طيب السي اي بحطه رقم هون، الاي رقم، وبدل 75% رقم اخر وتشتغل. حدا عرف؟ حدا عرف الجواب شباب؟ طيب خلينا نحله سويا، ما حدا عرف، خلينا نحله سويا. فاتد برافو عليك، أحسنتي. 1,000,000,000 ريال، 1,000,000,000 ريال، أحسنتي، برافو عليك، اللي هو مليار ريال. 1,000,000,000، 1,000,000,000 يعني مليار، برافو. كيف طلعنا؟ خلينا نحله مع بعض. بدل البي، شوف بدل البي 75%، البي شو صارت يا عزيزي؟ 90.9. اطلع عشات 9 بالعشرة، بدل هاي 9 بالعشرة، بس هون 9 بالعشرة صح؟ فبتصير عندك المضاعف هون واحد هيك، خلي ايوه واحد تقسيم تقسيم، خليكم معاي، واحد تقسيم واحد ناقص 0.9 هيك، ايوه. ضرب ضرب السي اي، السي اي بدل ال 50 تبقى كم هي؟ 50 زائد فالمضاعف، خليكم معي، 1 على 1 ناقص 0.9 اللي هي 1 تقسيم 0.1. 1 تقسيم 0.1 شو بتعطيك؟ 10. إذا المضاعف مش 4، هون المضاعف 10 صح؟ صح، هاي 10 بدل 14، رائع. بيبقى عندي هون سي اي، السي اي 50 ما تغيرت، ما تغير. هون الاي تغيرت، الاي 50 صح، بدل 150، 50 زائد 50 100، بدل 150 100، 100 اضرب 100 ب 10 هيك، المضاعف 10 اضربه ب 100 شو يعطيك؟ يعطيك 1000، 1,000,000,000، فهمتوا؟ رائع رائع، ايوه هذا هو الجواب. اذا بدل 100 مليون بيكون هذا باي ستار، هذا 1,000,000,000، بيكون التوازن 1,000,000,000 وليس 600 مليون. لما يتغير ب
بي من 0.75 الى 0.9 الى 0.9. طيب في عندي سؤال اخر. انا اعطيتك او اعطيتك قبل شوي داله الاستهلاك كانت هيك صح؟ خليكي معي 0.9 واي هيك هاي 50 زائد 0.9 واي. سؤال باختبار نهائي، سؤال باختبار نهائي، اوجد او اشتق او اوجد داله الادخار اللي هي اس. شو بتساوي؟ تفضل دقيقه جاوبوا يلا. هاي المراجعه الاختبار، هيك طريقه مراجعتي يعني من خلال اسئله. انا بحب اطرح اسئله، احسن طريقه المراجعه طرح الاسئله على الطلاب. اشتق داله الادخار، مين اللي بيعرف يكتبها على اللوح او على الشمع؟ امبارح اخذناها، امبارح درسناك اياها، اللي حضر اللقاء امبارح بيعرف. ها يلا يا شباب يلا، وين فاتن؟ كنت امبارح معايا فاتن؟ ما شفت امبارح، ما كنت معي. لا نحن امبارح دالة الاستهلاك هذه لما اشتقناها دالة الادخار، كيف اشتقناها؟ حكينا الاس الخمسين بنحط قبلها سالب وبنطرح واحد ناقص بي، واحد ناقص هذا بيطلع هيك صح؟ ايوه هيك، هيدا هون عشان يساوي ايكوال ناقص 50 اكيد زائد 1 ناقص 9 من 10 كم؟ 10 واي. هيدا كتبت ناقص 50 اس سيفنج الادخار سيفنج 1 ناقص 10 10 هون 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 1 ناقص بي 5% فهمتوا؟ وال 50 صارت ناقص. رائع. طيب الان انتوا طلعتوا قبل شوي الدخل التوازني 1000. فاتن طلعت لنا يا 1000 مليون ريال من خلال الدالة هاي. جيد. السؤال اللي بدي اطرحه عليكم الان وهو اخر سؤال عشان ننهي، اذا زاد الاستثمار الثابت بمقدار عشرة مليون ريال، كم يزيد الدخل التوازني؟ تفضل. كم يزيد الدخل التوازني؟ مين بيعرف؟ هذا سيدي
شيء ضرب شيء، شيء ضرب شيء، شيء ضرب شيء على السريع. بتضرب العشرة مليون بشيء آخر. نص دقيقة لازم تجاوب عليه، نص دقيقة مش أكثر. شيء ضرب شيء. نحن هون ضربنا المضاعف الاربعه بمقدار الزياده في الاستثمار، فزاد الدخل التوازني بمقدار 200 مليون، صح؟ الان هون كم المضاعف يا ترى؟ مش اربعه، المضاعف شيء اخر، لانه بي بطل 75%، بي صار 9 بالعشرة. عشات تطلع عشات. بكل بساطة، بكل بساطة، المضاعف 10 ضرب 10 100، 10 ضرب 10 100، 100 مليون ليرة. بكل بساطة، صح ولا غلطان؟ 10 ضرب 10 المضاعف مش 4، 10، 10 ضرب 10 100. هي هون كان 4 ضرب 50 لأن المضاعف كان 4، فضربنا 4 بمقدار الزيادة، الزيادة كانت 50، 4 50. الآن زيادة على عشات 10 بدل 10، والمضاعف هو 1 على 1 ناقص ب 1 ناقص 9 عشر، هون عشر، واحد على عشر، واحد على عشر 10 أضعاف، 10 في 10 100، فهمتوا؟ أيوة، برافو، برافو، انتهى اللقاء، انتهى اللقاء. الآن نلتقي يوم الأربعاء القادم بعد غد الساعة 4:45 لكي نكبر النموذج ونأخذ مع بعض تحديد الدخل التوازني في اقتصاد مغلق، مش مكون من قطاعين، مكون من 3 قطاعات. من هم؟ هم الأفراد CA والاستهلاكي رجال أعمال I، وحضيف طلعوا يوم الأربعاء تذكروني حضيف G، جي بس القوس حكبره حضيف جي، نفس القانون بس حضيف جي، جي جوفرمنت، حدخل الحكومه على الخط، فهمتوا؟ نفس القانون، نفس القانون. حتى ذلك الوقت امنياتي لكم جميعا بقضاء امسيه سعيده مع الاهالي الكرام، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله معاكم. في أمان الله.